ارتفعت أسعار الأسماك في الأسواق المحلية إلى مستويات قياسية نتيجة انخفاض شديد في كميات الصيد مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وبلغ سعر ثلاجة السمك الصافي 270 دينار في سوق الجملة، أما في سوق التجزئة بلغ سعر كيلوغرام الصافي 7 دنانير متجاوزا سعر الهامور البحريني وسمك السلمون. وانخفضت حركة المستهلكين في سوق المنام المركزي بسبب ارتفاع الأسعار بما يفوق قدرتهم المالية واتجاه المستهلكين نحو سوق اللحوم والدواجن. وبلغ سعر الهامور البحريني 5 دنانير والهامور السعودي دينارين ونصف والسبيطي البحريني 4 دنانير وسمك الشعري 3 دنانير والجنم دينارين ونصف والقبقب دينار واحد. أما الأسماك المستوردة ظلت أسعارها ثابتة حيث بلغ سعر كيلوغرام سمك السلمون 6 دنانير والسبريم 3 دنانير والبلطي دينار ونصف.